لو الحكاية فيها إن فيجو عم كابا، احنا هنا فين المكان اللي احنا منزل فيه؟ والد قداسة البابا شنودة اللي اتولد فيه في 3 أغسطس 1923. وترجع بتاريخ مبنى هذا البيت يبقى قبل 1900، يعني في بداية 1900 على الأقل، لأن شايف منظر المباني كما هي عليه. تمام، أنا شايف اللي هو لم يتم أي تجديدات ولا أي حاجة. المنزل ده كان في ظروف كانت حصلت لقداسة البابا، في للوالد قداسة البابا في بداية في أواخر العشرينات، ظروف مادية ومالية وخسارة في تجارة وفي شراء قطن وحاجات زي كده، فاضطر إنه هو يبيع المنزل ويروح في أسوط. وراح في أسوط اللي هو الشيخ جيد رفائيل، كان يمتلك حوالي 300 فدان في سلام تقريبا في ذلك الحين. راح أسيوط وتجوز في أسيوط تاني، وكان قداسة البابا كان طفل نظير جيد رفائيل، خده أخوه الأستاذ رفائيل المدرس الإنجليزي وتربى عنده هناك وكبر ورجع السنن هنا. له قصة تمام. ممكن طب ممكن تعرفنا عن الأوضة اللي احنا فيها؟ الأوضة دي اللي هو اتولد فيها دي طبقة كما هي دون أي تجديد ولا أي حاجة، ولا شيء، كما هي عليه، حتى السقف كما هو عليه بالنظام. زمان كانوا يسقفوا بالجريد، تمام، ما كانش فيه عملية استحداث المباني اللي كان موجود حاليا، ما كانش موجود. بس يا ابني واخد حضرتك، فجزء البيت ده كانوا مشترينه 3-4 اخوات، حاليا كله ملك قداسة البابا شنودة المتنجم. تمام ده الحين واقفين، ده جزء بس من اللي كانوا واخدينه، والبقية التانية هنشوفها من الناحية التانية. شكرا. ولو طلعت من فوق هتشوف بقية البيت كله. تمام، هنطلع دلوقتي. بس يا دلع عرفني بنفسك. نزيه من تياس عوض. تمام، انت حضرتك تقرب لقداسة البابا شنودة؟ من ناحية ايه؟ ناحية والدتي، بعم والدتي. بعم والدتك على طول. تمام، احنا هنا زي ما احنا شايفين ان ما زال المنزل اللي شاهد ولادة قداسة البابا يبقى كما هو، وحضرتك قائم على الحفاظ على الـ على الـ على البيت، صح كده؟ اكيد طبعا. طب تحب تقول ايه واحنا في الذكرى الثانيه لوفاه او لرحيل البابا شنودة؟ حابب تقول ايه؟ بقول لك ان احنا يعني الذكرى الثانيه دي صعب علينا لفقد بابا شنودة، و نتمنى أن يكون هذا البيت مزار فقط لغير تذكار لقداسة البابا شنودة وما عمله وما تحمله في سبيل مصر. تمام. لأن قداسته كان صخرة، كم من مؤامرات اتحطمت عليه وكان بيتحملها، ويقول مصر هي كل شيء، مصر وطن يعيش فينا ولسنا نعيش فيه. تمام. ما قلت المشهورة، وإحنا بتعلمنا منه إن بلدنا حتى لو ما كانش فيها إحنا كنيسة، بيوت كل بيت واحد مسيح كنيسة، والحاجة ما كانش تعمل بطريق رسمي وقانوني وتبقى الدولة راضية والمواطنين راضيين ونكون كأخوة كلنا ويد واحدة، ما نعملش حاجة تكون تسبب أي حساسيات في البلد. تمام. ده منطق العقل ومنطق الأخوة واحترام مشاعر الناس أيا كانت. تمام، شكرا.